اهلا، اليوم انا مشتركه ويا الفان جروب ودا اسوي فيديو بالعربي. اليوم راح اشوفكم شلون راح انظف هاي الغرفه الهوسه. اوكي خلينا نبدا. انا اول شيء افتح السبوتيفاي، اختار اغنيه. اليوم دا اسمع دريك Fake Love. الخطوة الأولية أني راح أوخر كل هالهوسة كل هالمزبلة وأرجعها لمكانها. هاي عود على اساس دا انظف المهرجان اللي على فراشي، هو عود فراش لوميز. اذا تقدرون تحضرون الاغنية اللي دا اغنيها سووا كومنت. فهنا دا اصفط هدومي المغسولة وراح ارجعها للكنتور. وهذا ماتي المنشر، هو يعني شفاج بس أنا مثل استعمله مثل المنشر. دا وخر هدومي المغسولة وراح ارجعهم للكنتور. الخطوة الثانية راح اوخر كل الاشياء من ماتي الميز مال المكياج، وراح استعمل هذا المنظف وراح استعمل الكينس وراح انظف هالمنطقة. فهسه راح انظف مالاتي الرياح. يعني جماعه احس لازم هيك نسوي هالشي. اوكي فراح اخذ مالتي المنظف احطه على كلينس وواحد واحد انظف الريحات. يعني يا جماعة دا تشوفون التنظيف ابدا ما يخلص، فروحوا ساعدوا امكم هسه. ورا 100 سنة وصلنا للمرحلة مال المراية. هسه بس دا انظف المراية، هذا اخر مكان بالغرفة مالتي دا انظفه. الخطوة الثالثة
راح أبدل ماتي الفراش دوشق، يعني أصلا ما أعرف يا هو هذا، بس هذا راح كل أغيره أحط يعني جديد مغسول بداله. وهاي مالاتي المخدات على اساس دا اعدلهم على الفراش، بس الصدق تريدون صار يمكن سنة ما غاسلتهم، يعني الجيفة كاتلتهم يمكن. ليش قومي تنبل تعبانة. ستيب 4 الخطوة الرابعة، هاي ماتي المكناسة اخر موديل، راح اكنس غرفتي يعني ويا هالمكناسة. الخطوة الخامسة final touches، راح أبدل هاي الزبالة هاي اللي بيها ريحة مو طيبة يعني، وأغيرها أحط واحدة حلوة nice and fresh. وهاي آخر شي راح أحط عطر بالغرفة. وهاي النتيجة بالأخير، غرفتي صارت حلوة. إذا عجبكم هذا الفيديو سووا subscribe، سووا like ودوسوا النوتيفيكيشن بيل. باي.